السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كاع المتتبعين ديالي داخل الوطن خارج الوطن، نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد تشيز كيك خفيفة وظريفة. هاد تشيز كيك غادي نحكي لكم حكايتها. قبل ما نحكي لكم حكايتها غادي نشارك معكم المقادير اللي درت فيها. صراحة جات بنينة. عندي هنا بسكوي عادي، انا استعملت بسكوي عادي، يمكن لكم تستعملوا أستاذة ولا شي بسكو اخر. درت معاه نص زلافه ديال كونفليكس هرمشتو، ودرت معاه شويه ديال الزبيب كيفاش كتشوفوا معايا. غادي نخلط هاد العناصر كلها، وهنا دوبت الشوكولات في الحليب، سخنت الحليب ودوبت فيه الشوكولات عادي، وغادي نجمع به هذا البسكوي ديالي. ما خصوش يجي معجن بزاف، خصو يجي نورمال بحال اي تشيز كيك يعني. هي وحده، وانا زدت في ديك البسكوي زدت فيها كونفليكس والزبيب، يعني بغيت نغير المذاق ديالها. غادي نخلطها مزيان حتى تندمج للخليط، ومن بعد غادي نجيبو المول. هانتوما كيفاش كيجي، كتجي زوينه بزاف صراحه. ما كتجيش معجنه وما كتجيش يابسه، كتجي نورمال. هانتوما البنات، غادي نجيب واحد المول اللي غادي ندير فيه هذا البسكوي هذا، باش نمشي نوجدو كريم باتيسري او الحليب ومايزينا. غادي نضيفها في هاد المول. انا درت هنا الصينيه ودرت فيه السلوفه باش تجي لي سهله، باش نهزها نحطها في شي طبسي ولا في شي حاجه باش نقدمها. هانتوما البنات، غادي نحاول نديرها مزيان، نقادها مزيان يعني في المول، وغادي نرجع معاها. هانتوما البنات، بعد ما قديتها غادي نقادها مزيان هاد الطريقه باش ما تخرج لياش كريمه من الجناب. غادي نبلع كاع الجناب بهذه الطريقه هذه، وغادي ندخلها للثلاجه، وغادي نوجدوا الكريمه ديالنا. عندي هنا جوج كؤوس ديال الحليب، يعني كؤوس كبار شويه، يمكن لكم تعبروا بالكاس ديال العنبه، جوج كيسان ديال الحليب، وغادي نضيف 4 ديال المعالق ديال مايزينا. كيفاش كتشوفوا معايا البنات، غادي نضيف 4 المعالق ديال مايزينا. وغادي نضيف كذلك 4 المعالق ديال السكر، وغادي نضيف جوج صاشيات ديال الفانيلا، وغادي نضيف واحد فلان. هنا نسيت ما ضفتوش يعني، دابا غادي نضيفهم من بعد، وغنديرهم على النار مهيله يعني كيف اي باتيسري كنطلعوه هكا يعني. هذا معروف، هاد كريمه هذه معروفه. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى يدوب ليا السكر ويدوب ليا المايزينا، وغادي نحطها على النار تكون مهيله حتى تتخطر الكريمه. هاكا البنات، دابا غادي نحطها على النار، غادي طيب على خاطرها وندير العافيه مهيله. ها انتما كيفاش كتشوفوا معايا، من زدت فيه فلان ولا لونه صفر شويه يعني كريمي. غادي نضيف عليه واحد معلقه ديال الزبده، وغادي نضيف عليه واحد راس معلقه ديال الملون احمر، ونضيف غير شويه باش يطلع لي الخليط الروز. انا ضفت فيه بزاف
يعني تقدروا تضيفوا غير شويه، وغادي نخلطه مزيان مزيان، وغادي نخليوه على جنب حتى يبرد وعاود نطلعوه من جديد. دابا ان شاء الله غادي نمشيو نوجدوا كريمه اخرى، يعني نفس كريمه اللي صوبت قبل نفسها، غير هذه زدت فيها جوج معالق ديال الكوبين ديال الشوكولاته. هذا هو الفرق اللي فيه، يعني زدت فيه غير جوج معالق ديال الشوكولاته. غادي ندير الطبقه الاولى، كيفاش كتشوفوا معايا ندير الطبقه الاولى ديال الشوكولاته، ومن بعد ندير الطبقه الاخيره ديال هذيك اللي درت فيه الملون. اوكي البنات، غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي التشيزكيك ديالي. غادي نحكي لكم حكايتها. صراحه اليوم عيد ميلاد ديال بنتي، وما كنت ناويه ندير لها يعني طارت وهدي وهدي، وقدر الله ما يشاء توفى عمي ومشينا يعني تلاهينا تما. ومن جينا في الليل، جينا في الليل هي ما نساتش، قالت لي ماما بغيت عيد الميلاد، بغيت حبيبتي توي، وبغيت طارته، بغيت هادي. وكانت الليل دابا كنصاوب هاد يعني هاد تشيزكيك هذا كنصايبو مع 12 ديال الليل. اضحكوا عليا، ولكن حنا خصنا نديروا الخاطر الدراري صغار. علاش هما ما عارفين والو، هما همهم يلقاو داكشي اللي بغاو، حنا خصنا يعني نديروا لهم الخاطر وما نقمحوهمش. يعني واخا جاتو طال، ولكن نط وحيت العجز وفرحتها، والله يفرح كل وحده ان شاء الله. الله يرزق كل وحده ان شاء الله بالذريه الصالحه يا ربي العالمين. يعني اي وحده كتمنى شي حاجه ربي يحققها لها ان شاء الله يا ربي. غادي نزوقها هذا التشيزكيك، غادي نزوقها ان شاء الله، وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي. غادي نسالي ان شاء الله، غادي نزوقها بهذه الطريقه هذه، وغادي نزيد عليها الشوكولاته اللي عندي وداكشي اللي عندي في الدار، غادي نزوقها نقضي به الغرض. وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي كيفاش جات. جات زوينه وبنينه صراحه. في الساعه كتوجد، يعني تقدري توجديها غير في 10 دقائق، يعني ديريها في المجمد. كريمه في الساعه يعني كتبرد، انا درتها في المجمد في الساعه كتبرد الكريمه. اوكي البنات، غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله اللي اول وحده كتشوف، اول مره كتشوف الفيديو ديالي، ما عليك الا بابونيو باللايك وبواحد الكومونتير يكون زوين. انتما كيف جات الكيكه ديالي؟ عفوا تشيز كيك ديالي، كتبت عليها السميه ديال ميساء ورشيتها هكا، درت عليها شويه ديال الشوكولات شويه ديال الحلوه، وحكيت الشوكولاته البيضاء ورشيتها هكا من الفوق. يعني جات زوينه، قضت الغرض صراحه. ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، نتمنى يعجب لكم الفيديو. الا عجب لكم الفيديو ما تنساوش اللايك واشتراك وواحد الكومونتير يكون زوين، باش نستمروا نشارك معكم الافكار البسيطه ديالنا. ونتمنى كل واحد يعني يشوف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه مع الحباب، والى اللقاء.